عندي ولد عم اثنين دكاترة أطفال بس خارج المحافظة، واحد ببغداد وواحد بالعزيزية. أيه. قال ولد عمك اثنين دكاترة أطفال، فهذا الخطأ يصير عندهم وإحنا نسدها، فاعتقها الوجه الله المسألة ولا تشتكي، الوجه الله ولا تشتكي. وكانت بوقتها بالمناسبة أنه أكو وكيل مرجعية موجود بالمستشفى، وقالوا حتى سألنا وكيل المرجعية قال خلي اعتقها موجود الوكيل. قال وكيل المرجعية قال على أساس هم سائلينه أيه؟ حسب ادعائهم انه قال لهم خلي اعتقها الوجه الله انه هذا الخطا صار بعد. يعني بس اسالك سؤال، انا ما اريد اعرف شنو اسمه هذا وكيل المرجعيه، والله ما اعرف، ما اريد، انا ما اريد اعرف اسمه، بس اسالك سؤال، لو ابنه ميت وهيك بغلط اطباء وما دايرين بال وموتوه، تمام، يعتق الوجه الله هو هذا المعمم؟ نعم يعتق. قلت الدنيا لا تنقلت الدنيا، انقضت الدنيا. انا على هذا كلامك مال المعمم، بس انتظرني لحظه قبل ما تكمل، خلي اشوف الناس الفيديو مال ابنك لحظه، خلي يشوفون العالم انه معمم يقول لهم ورئيس اطباء يقول لهم انه اعتقوا الوجه الله، يلا يعني فديه مو مشكله اعتبره مات. والممرضه خطيت عين جديد همين هالحكايه. هذا الطفل ابن علي، هذا الطفل اجى للدنيا كل شيء ما بي، عمره 14 يوم كل شيء ما بي، راح لقحه وداه انطوه علاج غلط، ممرضه ومستشفى الزهراء، هسه ديساومون ابوه يقولوا له اعتبره فدوه، وهذا الكلام اخذناه من وكيل مرجعيه يقول فدوه اعتق. نعم. الموضوع الوجه الله. نعم يعني شنو بالله طلي هو؟ نعم طلي، ذبيحة حيوان مربيه بالبيت وداسته سيارة لكم بابا، هذا ابنه، هذا ضناه، هذا منتظر عمر، شنو انت تقول له اعتقل وجه الله؟ على اي اساس؟ وليش ما تقول له لا بالعكس حاسب المقصر؟ هو ليش بالدين يعتقون الوجه الله لو يحاسبون المقصرين؟ هذا دينكم؟